بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو هذا نتكلموا فيه ان شاء الله على واش جاء في كلام الصحفي المعروف والمشهور سعد بوعقبة. سعد بوعقبة تكلم في هذا في العمود تاعو على جنرال توفيق، وتكلم عدة امور ان شاء الله نسيقوا الوضع اكثر. طبعا احنا ما عشان نسبوا الصحفي سعد بوعقبة ابدا، هذا ليست من هذه ليست من شيمنا وليست من اخلاقنا ان نسب احدا او نشتم احد. كل ما في الامر انه هناك بعض الامور لازم توضح برك هذا ما كان. قال على جنرال توفيق، قال الا انه يبقى بون، انا نقطع ناخذ مقاطع من كلامه ما راحش نقول كاع واش قال. قال الا انه يبقى، تكلم هكايا، وقال الا انه يبقى بالنسبه لمعظم الجزائريين ذلك الرجل الذي اكتسب جهاز المخابرات في عهده هيبه لا ينكرها الا جاهد. لمعظم الجزائريين، هذه حبيت برك نوضح لمعظم الجزائريين. اول شيء باش تقول معظم الجزائريين يا استاذنا سعد بوعقبة، لازم تكون درت صبر اراء، درت سونداج، شفت الناس، شفت لا كدا واش رايكم، كش مؤسسه مثلا درت سونداج تكلمت فيه على 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 واش راي الجزائريين في في في, في التوفيق في جهاز المخابرات تما، ولا كاش مؤسسة مثلا داخلية جزائرية، ولا مؤسسة غربية، كاش قناة مثلا، تكون قناة طبعا قناة تكون حيادية، ما تكونش قناة تاعك تعرف الصرف الصحي وكذا، وما تجي تقول لي ها مؤسسة حيادية، مؤسسة عندها وزن وعندها قيمة، هي تقول لك إذا واش راك تقول صحيح. أما نتكلم أنا هكا لأني أنا نتلاقى مع 15 عبد ولا 10 عباد كيما 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 مثلا أغرون بوست، ونقعد مع 10 ولا 15 عبد ويقولوا لي والله راه، ونقول معظم الجزائريين، لا كاين 40 مليون جزائري يا شيخ، ما تجمش تقول معظم الجزائريين هكا، معظم هكا تكلم هكا من راسك معظم. هذه الاولى. الهيبه وما نتكلموا عليها. ثم قال في بعد تكلم هكا وقال نستطيع ان نجزم بكل ثقة بأن المخابرات الجزائرية من بين أقوى المخابرات في العالم. صح، هذه كذلك لازم تحتاج كاين ترتيب تاع المخابرات في العالم، الأقوى المخابرات في العالم، أقوى الجيوش في العالم وكذا كذا. تشوف إلى الجزائر فيها، هي أقوى من بين اقوى المخابرات في العالم على شعبها، على الشعب الجزائري. يعني معاك موافقك 100% على هذه، صح. اما اذا كنت تقصد في العالم مع الموساد، مع الشباك، مع لاسيا، مع الام 5 الام 6 ما نضلش يا شيخ، واش راك تهضر. شوف نعطيك بالمثال يتضح المقال، وترك سنثقف. العلاقات بين أمريكا وإسرائيل علاقات جيدة وممتازة جدا جدا، صح ولا ماشي صح؟ علاقة بين مصر وإسرائيل علاقة ممتازة وجيدة ورائعة، أحلى من السمن على العسل كما يقال. ومع ذلك بقاهم قبضوا مخابرات ناس يجسوا إسرائيليين، جسوا على الأمريكان، أو في الحبس هذاك الاسرائيلي جس على الامريكان، عم يقبضوا جواسيس يجسوا تاع اسرائيل يجسوا على امريكا، يقبضوا جواسيس بين 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 مصر ومصر المباركه واسرائيل، ويقبضوا بالعكس جواسيس من ومن. قول لي برك اعطيني جاسوس برك قبضناه تاع فرنسا، قبضناه في الحبس، انت راك اضرب هذه الامور، فتش يا خويا واعطينا برك جاسوس، ما تقوليش ما تجسس علينا،
قوليش بك ماهمش يتجسسوا علينا، هذا ما كان. الا ما يتجسسوش علينا يسمع حنا التوحم كاع انا مدوا لهم في التقارير وكلش، وبالتالي ما يتجسسوش لا يتجسسون علينا. من برك تقول لي برك شكون اللي تجسس وقبضناه جاسوس هكا وراه في الحبس ولا بدلناه ولا صح، هذا ما كان. اما قصدك في المخابرة في العالم مع الشعب تاعو، هاني معاك موافقك، الشعب هذا كواوه كواوه، لا اله الا الله محمد رسول الله. المفيد ثم قلت في سياق الحديث، حمله شعواء في نظر معظم الجزائريين بلي هذو الناس يتكلموا على جنرال توفيق وكذا وكذا، ما هي الا حمله شعواء في نظر معظم الجزائريين. راك تشوف من معظم الجزائريين، مع انه ما درت لا صبر اراء ولا شخصيه الجزائريين ولا انت كذا ولا شيء ولا مؤسسه مثلا عالميه دارت صبر اراء ولا بلي هذه كذا ولا توم ولا ولا هكا معظم الجزائريين هكا. كلام مرسل لا قيمه له ولا وزن له. الامر الرابع كتبت كذلك، قلت كذلك في سياق الكلام، طمس اسطوره عمرها 25 سنه. معلوم كنت تكلم على جهاز المخابرات الجزائريه اللي في يوم من الايام كان يخدم الوطن والمواطن صح، وما في فتره من الفترات ولا يخدم نظام حكم معروف، لا يخدم ناس في الحكم، ما عندوش علاقه مع الشعب. الشعب يقول هكا، نظام الحكم يقول هكا، جهاز المخابرات يروح مع نظام الحكم معروف. باش نضربوا الامثله صح. الامر الخامس، قال الصحافه مبادئ قبل ان يكون اي كلام اخر. والله قال هايله مليحه، مبادئ صح، صحافه مبادئ صح يا شيخ. احنا ماشي نشوفوا في الصحافه مبادئ، شوفوا في الصحافه كما حضرت انت الحاج الزبير فهو يوجههم، او ما كان مبادئ لا والو، كاين خط يتبعوه كاع ويربح ربح، اللي يخرج على الخط هذاك يزاح، اما يلفق له التهم او يتكو في الحبس او 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 الى ذلك. اذا ما كان لا مبادئ لا والو. هذا مبادئ ايه يعني معك صحافه مبادئ كعنوان عريض، ولكن هذا كما يقول لك كلام حق اريد به باطل. مبادئ كانوا يتهموا في الناس ويتهموا في اعراض الناس، وانت كنت واحد من هذوك الناس اللي كانوا يتكلموا على الناس ويتهموا في اعراضهم وكذا. ما كان لا مبادئ لا والو، كاين خط يرسموا هذا الحاج الزبير واللي خلف الحاج الزبير، الحاج الزبير نشوفوا بلي واش يهضروا عليه، تشكوا قالوا في الحبس ولا يدخلوا للحبس وكذا، ولا يحقوا معاه في التحقيق على الرشوة وكدا واكتساب المال وكدا وكدا بالطرق إلى آخره. إذن ما كان لها مبادئ لا والو الصحافة في الجزائر. الصحافة في الجزائر منذ الاستقلال إلى يوم الناس هذا، ممكن في 88 هكا و 89 هكا 90 هكا هذوك العامين ولا، كانت الصحافة صحافة حرة. أما غير ذلك ما كان صحافة حرة، كان خط يمشي عليه الجميع، يمشي عليه الجميع قاع مورا، تخرج شويه تشك يقول لك ادخل، تدخل هاك طاليه معاهم هاك مليح، ما تدخلش سير يخرجك تربح هيك الاشهار هكذا يوسخك كذا كذا يخليك تطلب. الناس قاعده تمشي مع هذاك الخط، واحد ما يحيد عليه وخلاص، كان هذاك قوي معاه، مات الملك عاش الملك، معروف القاعده الكبرى تاع الصحافة في الجزائر للأسف الشديد. واللي ماهوش واللي يكون حر ولا أو في الحبس ولا في الإترونجي ولا برا ولا معروف. ثم بالنسبة لرسالتك الأمير الأورس، قلت له أنت سليل كسيلة. أول شيء ما نقولوش كسيلة، احنا نقولو أكسل، أنه كسيلة المسلمين العرب المسلمين والمسلمين لما جاونا صغروه كسيلة هكا تحقيرا لله. كل حال احنا مسلمين الحمد لله ما عندناش مشكل، ولكن اسمه اكسل هذا ما كان، ماشي مساله زعما العصبيه لا، احنا ما نشوفوش اشرار قومنا خير من خيار قوم اخرين لا ابدا. سيدنا عقبه بن نافع رحمه الله فهم، ولكن هذاك اسمه اكسل، والكاهنة اسمها دي هي وليست كاهنة
إذا ممكن ترجمها، ولا بصح هي اسمها دهية. هذا كما قلت لكم من قبل نفس ما حدث مع الصحفي، هو يتلقى مع توفيق، وهذا واش قلت لكم انا، الصحفي مثلا حفيظ الدراجي يتلقى مع واحد خطره، قلت لكم يا اخي كما قلت لكم يقعد معاه يسمعوا، يقول له يقول لك مستمع جيد، يقول له ايه صح، يقول له صح تفضل، خلاص خلاص. واش لو كان جات حرية الصحافة انت ما تقابلش جنرال توفيق باش تفتح قناة، تفتح قناة وعندك الخطوط العريضة طبعا، اللغة والدين والهوية، الهوية الأمازيغية، ما تخلطش في هذا وقت تعرف هذا ما كان. ولكن لأنه كاين خط تمشي عليه ما لازمش تحيد، انت تروح تقابل جهة رئيس جهة المخابرات، وإلا واش دخل رئيس جهة المخابرات فيه في 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 افتتاح جريدة أو قناة، هذا ما كان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.